بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم 18 من شهر رمضان للعام 38 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الفائدة 30 في تفاوت الناس عند المصائب. الناس إذا مات لهم حبيب أو أصابتهم مصيبة متفاوتون، فأعلاهم منزلة من يقول: إن لله علي حقا في هذه المصيبة، ولحبيبي علي حق، فأشتغل بتحقيق أداء الحقين عن الاشتغال بفوات حظي من حبيبي، فلله علي حق الصبر الذي لا بد منه، ولا يتم الإيمان إلا به. فإن أمكن مع ذلك الارتقاء إلى مقام الرضا والشكر اللذين هما أعلى المقامات، كان هو المغنم الأعلى والحظ العظيم، فيشتغل بهذا الحق، ويعلم أنه إذا قام به أثابه الله من الخير العاجل والآجل أعظم مما فاته بأضعاف مضاعفة. وأما حق حبيبي علي من والد وقريب وصديق ونحوه، فالاشتغال به أن أعمل ما أقدر عليه من الأسباب التي يغتبط بها بعد موته، من الاستغفار له والدعاء والصدقة وتنفيذ وصيته وقضاء دينه ونشر ما تسبب في حياته من مشروع ديني وغيره. فمن كان كذلك فهو الرجل الحازم، وهو الرجل الذي وفق للقيام بالحقوق وبالوفاء بحق الحبيب. وأما من كان إذا أصيب بمثل هذه المصيبة لحظ فوات حظه فقط، فإنه تحضره الهموم والغموم والسخط وفوات الثواب وحصول العقاب. فسبحان من فاوت بين العباد هذا التفاوت الذي لا ينضبط طرفاه، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 30، وهي في تفاوت الناس عند المصائب. والمصائب جمع مصيبة، وهو ما يقدر على الإنسان، وأكثر ما تطلق المصائب على البلاء، وإلا فما يصيب الإنسان هو أعم، كما جاء في الحديث: وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، من الخير والشر. من الخير والشر هذا تفسير ليست في الحديث، لكن المقصود أن كل ما يصيب الإنسان من الخير أو الشر يقال أنه أصابه. ولكن غلب في استعمال المصيبة على ما يقع على الناس من الأقدار المؤلمة التي يتألمون لها. والله عز وجل حكيم فيما يقدر على عباده، خصوصا ما يقدره من الموت، فإن هذا سنة الله في عباده. ما من نفس مخلوقة إلا سترد هذا المورد. ولو تأمل الإنسان هذا الأمر عرف أن هذا الموت لا بد منه لكل حي من المخلوقات، حتى الملائكة. وآخر من يموت ويقبض الله روحه بنفسه ملك الموت، بعد أن يأمره بقبض روح جبريل وميكائيل. فهذا الموت كتبه الله على كل حي من المخلوقين، وكلنا سنرد هذا المورد وسنذوق هذا الكأس، ولكن التفاوت في الترتيب بناء على ما قدره الله من الآجال.
فلن يتقدم أحد عن أجله ولن يتأخر عما كتب الله له من العمر. فإذا علم الإنسان هذا الأمر سهل عليه قبول المصيبة والصبر عليها فيما يتعلق بهذا الباب. ذكر المصنف رحمه الله أن الناس إذا مات لهم حبيب أو أصابتهم مصيبة متفاوتون. قال: فأعلاهم منزلة من يقول إن لله علي حقا في هذه المصيبة ولحبيبي علي حق. ثم ذكر أنه يشتغل بالحقين، بحق الله من الصبر، وقد يرتفع هذا العابد إلى الرضا، ثم الحق الثاني هو حق الحبيب والميت من قريب ووالد وولد وزوج وزوجة، من أداء الحقوق المترتبة على نفع الأموات بعد موتهم. هنا ذكر المنزلة العظيمة لمن صبر على القدر وأدى حق الله عز وجل في هذه المصيبة وجمع إلى ذلك حق الحبيب، وهذه منزلة عظيمة، وهو أن الإنسان إذا أصابه الله عز وجل بشيء بموت قريب أو بغيره فإنه يجب عليه الصبر على هذا المقدور ويجمع لهذا أداء الحقوق المتعلقة بالميت. الصبر وما يتعلق به وما يضاده، الناس في هذه المسألة على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الرضا، وهو أن يرضى العبد عن الله عز وجل فيما قدر عليه. سبق أن ذكرنا في الرضا أن الرضا بالله ربا هذا أصل من أصول الدين، ولا يتحقق أصل الإيمان إلا به. وفي أذكار الصباح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا عليه الصلاة والسلام. فهذه أصول عظيمة لا بد منها، وهذه أوجب الواجبات، ولا يتحقق الإسلام إلا بهذه الأصول الثلاثة. أما الرضا عن أقدار الله المؤلمة وما ينزل على الناس وما يصيب الناس من البلاء، فهذا لا شك أن الرضا بقدر الله عز وجل منزلة مستحبة وليست بواجبة، وإن كان الخلاف موجود في هذه المسألة، وأشار لهذا المصنف فيما تقدم، ونقلنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمهم الله في هذه المسألة، وأن الناس اختلفوا في الرضا بالقدر هل هو واجب أو مستحب، والصحيح أنه مستحب وليس بواجب. وسبق أن ذكرت ما يعين على الرضا، وهو أن ينظر المسلم فيما قدر الله عليه أن الله حكيم عليم، وأن كل ما يقدره الله بل كل ما يأمر به الله عز وجل من أمره الشرعي الديني أو أمره الكوني القدري فكل ذلك بين الفضل والعدل وليس هناك ظلم. فما يصيبنا يعني أقل ما يقال فيه أنه من العدل وليس هناك ظلم، وهذا بخلاف ما يقع للإنسان من التحسر عندما يظلم من المخلوقين. وأما رب العالمين ما قدره الله عليك من البلاء فاعلم أن هذا بين العدل والفضل، إما شيء الله عز وجل أراد أن يعاقب به بهذه المصيبة، وإما فضل من الله يريد أن يرفعك بهذه المصيبة، يقدر عليك البلاء ويعينك على الصبر ويوفقك للرضا فيرفعك بهذا درجات. وكم لله من حكمة في هذا الأمر، سبق أن ذكرنا نماذج وأمثلة حتى الذنوب التي تقدر علينا. بعض الناس يظن أن هذا من الشر المحض ولا يدري أن هذا المذنب قد يصحب هذا الذنب توبة عظيمة ورجوع إلى الله أفضل مما كان عليه،
ولهذا كان بعض العلماء كانوا يحبون مجالسة التائبين ويقولون أن قلوبهم قريبة وذاقوا مرارة المعصية، هؤلاء الصادقون الذين صدقوا الله في توبتهم. فهؤلاء الذين يتوبون إلى الله عز وجل ربما كان حرصهم على الخير أعظم من الذين عاشوا على الطاعة وما عرفوا المخالفة. ولهذا كما جاء في الحديث سبق ذكرنا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وذكرنا أن هذا يبنى على مقدمات منطقية جاء الإسلام بأفضل منها. المقدمة الأولى: كل ابن آدم خطاء، والمقدمة الثانية: خير الخطائين التوابون. النتيجة أن خير بني آدم التوابون. فالله عز وجل قد يقدر المعصية ويقدر التوبة ويقدر الصبر بل الرضا، وإذا بهذا العبد أصبح من خيار بني آدم بتوبته، كما يقولون: من خاف أدلج، يعني الذي يعبد الله بخوف شديد من المعصية مع رجاء رحمة الله أبلغ من الذي يعبد الله بالرجاء وليس لديه خوف. ويكثر الرجاء في أهل الاستقامة ويكثر الخوف في أهل المعاصي. وإذا جمع الله لعبده بين أن قدر عليه المعصية ووفقه للطاعات كان هذا العبد يعبد الله بين الخوف والرجاء، بالخوف والرجاء. فهذا من لطف الله. وقد يريد الله أن يكسر العجب في نفوس بعض العابدين الذين يعبدون الله ولا ربما تذكر قال: أنا ليس لي معصية، فيغرس الشيطان غرسة ويجعل في قلبه العجب فيهلك. ولهذا جاء في بعض الآثار: كم من حسنة أدخلت صاحبها النار وكم من سيئة أدخلت صاحبها الجنة. كيف يفعل المعصية يفعل الطاعة وهو فخور مفتخر ولا يزال الفخر في قلبه حتى يدخل النار؟ ما دخل النار بالطاعة لكن بالأثر السيء الذي وجد عند هذه الطاعة، وهذا من غرس الشيطان، لأن الشيطان يتربص بالإنسان وله مواقف. الموقف الأول أنه يثبط عن العمل قبل العمل، هذا موقف. فإذا لم يظفر بالإنسان دخل عليه في أثناء العمل بالوساوس والخطرات السيئة وصرفه عما يريد من الخشوع في الصلاة والتدبر في القراءة تعظيم الله عند الذكر. هذا موقف ثاني أثناء العمل. طيب، حاول هذا الشيطان مع الإنسان قبل العمل فأصر العبد على العمل، أراد صرفه بالوساوس انصرف إلى الله، ختم العمل على مرتبة عالية من المراقبة لله. هل سيترك الشيطان هذا الإنسان؟ لا، له موقف معه لربما كان أشد من التي قبلها من المواقف، يأتيه من باب العجب. قل: أنت ما صلى الليلة في المسجد مثلك، أنت خاشع، وما عرف العلم كما عرفت، وما عرف الفقه كما عرفت، فيأتي ويهلك الإنسان. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون فقيها بالشيطان. كيف يكون فقيه بالشيطان؟ يعني الآن الناس إذا كان لهم أعداء وخصوم ولهم أعداء يقولون من أخذ العدة للحرب أن تعرف عدوك، من هو هذا العدو وكم عدد الجيش وما هي قوة هذا الجيش وهل قوتهم في الضرب بالسيف أو بالنبل. كانوا يدرسون هذا قديما، الآن ينظرون هل قوة هذا الجيش بالطائرات أو بالدبابات الأرضية أو بالتقنية. لابد أن تعرف العدو وتعد له من الحرب بقدر ما أعد لك من العدة في حربك. أعظم عدو لنا الشيطان وله أسلحة، هذه الأسلحة هي ما تقدمت الإشارة إليه. وألف الإمام ابن الجوزي رحمه الله كتابا فريدا لم يسبق إليه ولم يؤلف بعده مثله،
إلى الآن، وهو كتاب تلبيس إبليس. هذا الكتاب يبين كيد الشيطان كيف يدخل على الناس، وذكر الإمام ابن الجوزي أنه يدخل هذا على العباد وعلى العلماء وعلى الفقهاء وعلى القضاة وعلى الرجال وعلى النساء وحتى بعض فرق أهل البدع، كيف دخل عليهم الشيطان. فالشيطان له مسالك عظيمة يصرف بها الناس عن العبادة، فإذا هنا لا بد للإنسان أن يكون فقيها، كما قال أبو الدرداء: من فقه العبد أن يعلم إيمانه أي يزداد أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. فالإنسان إذا لم يتنبه لهذه الأمور أتى الشيطان، وهذا من كيد الشيطان للإنسان. فإذا أصيب الإنسان بمصيبة لا بد أن يدرك حكمة الله، وأن من حكمة الله عز وجل أنه قد يقدر عليه المصيبة، لكن ليس بالضرورة، كما ذكرنا أنه إذا قدر عليك المصيبة أن الله يبغضك ولا يحبك، وإذا قدر لك الطاعة أنك نجوت وبلغت الجنة، بل قد يوفق الإنسان للطاعة فيهلك بسبب العجب، ويقدر عليه الذنب فينجو بسبب التوبة والندم. إذن لله حكم فيما يقدر على عباده من المصائب بل حتى الذنوب. ومن هنا فهذا مما يسهل كما ذكرت الرضا عن الله، أن ترضى عن الله فيما قدر عليك. وهذه المرتبة ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية في رده على بعض المتصوفة في مراتب الفناء، قال أن الفناء عندهم له ثلاث مراتب: الفناء عن وجود السوى، والفناء عن مشاهدة السوى، والفناء في الإرادة. الفناء عن وجود السوى هو قول أصحاب وحدة الوجود، يقولون يفنى هذا العابد حتى يعتقد أن لا وجود إلا لله والعياذ بالله، حتى قال قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا والعياذ بالله. كل شيء موجود هو الله، وينظرون للنساء والمردان ويقول أنا أنظر إلى الله، ولا يقولون ليس هناك شيء محرم. هذا زندقة وكفر أشد من كفر اليهود والنصارى. المرتبة الثانية الفناء عن مشاهدة السوى، يعني يعتقد هذا الفاني وجود الله وجود المخلوق، لكن يفنى بخالقه عن الخلق، فيقول كل ما أنظر إلى شيء فأنا أرى الله في خلقه. ولهذا بعضهم ينظر إلى النساء ويديم النظر فيقول لما تنظر، قال إنما أنظر إلى الله في هذه المخلوقة الجميلة المرأة الجميلة. هذا من عظيم صنع الله ومن جميل خلق الله، فأنا أنظر إلى جمال خلقه. وبعض الزنادقة منهم قال كيف يمنعنا من النظر وقد خلق هذا الجمال، وعارضوا بين القدر والشرع. الشاهد المرتبة الثالثة عندهم، وهذه أيضا كفر وبلغت بأصحابها حد الوقوع في الفواحش مستحلين لها، المرتبة الثالثة الفناء في الإرادة، وهو أن يكون المريد أو العابد ليس له إرادة إلا بما يريد الله له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذه المرتبة الصحيحة، يعني أن يكون العبد مؤثرا لمحاب الله ومراضيه على محابه ومراضيه، فيرضى بما قدر الله له. قال بعض العلماء في وصف هذه المرتبة: أن لا يتمنى العبد لنفسه منزلة غير الذي قدر الله له، لا يتمنى له منزلة غير الذي قدر له. الصحيح أن هذا الأمر فيه تفصيل، فإذا كان في الدنيا وفيما أعطاه فهذا صحيح، يرضى بما قسم الله له ويثني على الله، وأما في أمور الآخرة
فيسعى لما هو أفضل ولا يرضى لنفسه بما هو عليه، وإن كان يرضى عن ربه لكن يسعى إلى أن يكون في مرتبة أفضل مما هو عليه. فإذا هنا الرضا عن الله عز وجل فيما يقدر على عبده، وهو ما يسمى عند بعض المتصوف بالفناء في الإرادة، وهذا له معنى صحيح لكن لا يسمى فناء عند أهل العلم، وإنما يقال أن هذا العبد آثر إرادة الله ومحبته على محبته، ولا يتمنى لنفسه غير ما قسم الله له، لأنه يعلم أن ربه حكيم عليم، فهو راضي بما قدر الله له. هذا مما يعين على الرضا، ولا شك أن هذه أعلى مرتبة، والرضا يتضمن الصبر، لأنه لا يتصور وجود رضا من غير صبر، ولهذا هذه أعلى المراتب، ودونها مرتبة الصبر، وهو أن يصبر على القدر ولا يتسخط. وهذا الصبر ينبغي أن يعرف وأن يعرف حده، فالصبر هو عدم التسخط لا بقول ولا بفعل. فالتسخط بالقول مثل ما كان يقوله بعض أهل الجاهلية، وتسرب لبعض أهل الجهل من المسلمين الدعاء بالويل والثبور والصياح، يقولون يا ويلاه وثكلياه وفلان، وهكذا من التسخط ومن هذه الكلمات التي تتنافى مع الصبر. وشرع لنا عند البلاء أن نسترجع وأن يقول المسلم إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فمن قال ذلك أخلفه الله خيرا مما ذهب، وأعظم له الأجر. وأما التسخط والدعاء بالويل والثبور ورفع الأصوات بالصياح والعويل كما يحصل بعض النساء، هذا كله ينافي الصبر. وكذلك مما ينافي الصبر من الأفعال شق الجيوب ولطم الخدود، وما يفعله بعض النساء من الجاهلات، وهو أن تحثو التراب على رأسها، وغير ذلك من الأمور التي تتنافى مع الصبر. وكذلك ما يفعله بعض الرجال، يعني هو من عادته مثلا أنه لا يعفي لحيته، فإذا نزلت به مصيبة أعفى اللحية، نقول أعفاء اللحية في هذه الصورة معصية، لأنه ما أعفى اللحية احتسابا للأجر في إعفاء اللحية، وإنما أعفاها تسخطا، ولهذا إذا ذهب الألم رجع إلى حلقها. فلهذا نقول أن حلق اللحية قد يكون بدعة، وقد يكون معصية، وقد يكون طاعة. بدعة مثل من يعفي لحيته متشبها ببعض أهل البدع في هيئة معينة، لا يحتسب الأجر للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يفعلها لطريقة شيخه، موافقة لشيخه، فهذا ما امتثل الطاعة رضا لله عز وجل، وإنما تقليدا لشيخه يفعل ما فعل. وأما إذا أعفاها محتسبا الأجر فيما أمره النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المطيع. المعصية أن يعفيها تسخطا أو تشبها بالكفار، مثل بعض من لا يعفي اللحية إلا تشبها بالكفار، رأى كما يقولون الموضع إعفاء اللحية يعفيها، الموضع حلق اللحية يحلقها، الموضع أن يترك ملابسه وسخة ومخرقة يفعل، فهو كما يقولون يمشي مع الموضة. فجاءت الموضة مرة أنها لحية فأعفى اللحية، هذا متشبه بالكفار، وهو لم يفعل هذا استجابة لما دلت عليه الأدلة من إعفاء اللحية، وإعفاؤها واجب
وليس بسنة. فإذا الأفعال كثيرة، كل فعل يدل على التسخط فهو ينافي الصبر، كذلك كل قول. اختلف العلماء في الأنين، يعني للمريض بعض الناس يصاب بمرض فتجده يئن، فبعضهم قال هذا ينافي الصبر يجب على المريض أن يصبر، وبعضهم قال لا بأس بهذا الأنين ليس بكلام وإنما يعرض للمريض. والصحيح أن بعض الناس يبالغ في الأنين باختياره، تجده يئن ولو أنه أراد أن يسكت لسكت مستطيع، وبعض الناس يكون في غيبوبة ويئن وهو لا يشعر فهذا لا يؤاخذ. أما الذي يعني يعلم ما هو عليه ويئن ولا يصبر فإن هذا يخشى أن يؤاخذ، وإن كان هذا ليس كالكلام الذي يتكلم به بعض أهل التسخط. هناك أمور لا تتنافى مع الصبر، وإن كان بعض الناس يظن أنها منافية للصبر، مثل دمع العين وحزن القلب. فبعض الناس إذا رأى مسلم مصيبة مصيبة ورأى عليه حزن، وهذا يفعله بعض أهل الجهل، قل لماذا لا تحزن، اصبر، اتق الله، أنا أرى وجهك متغير، أنا أرى أنك يعني ما تصبر. يعني الحزن لا بد منه. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فإذا رأيت إنسان مصاب بمصيبة وعليه علامات الحزن فهذا ليس من مما ينكر عليه، بل من مما هو مباح. وهل تريده أن يبتسم في المصيبة أو يضحك؟ بل إن هذا منافي لمرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نقل عن بعض السلف في بعض عصور من السلف، ليسوا من الأئمة وإنما من بعض العباد، كان إذا نعي له ابنه أو قريب يضحك ولا يبدو عليه الحزن. فسئل السلف عن هؤلاء فقالوا إن حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أفضل من حال هؤلاء، وهؤلاء حالهم أفضل من حال العصاة والذين لا يصبرون. قال الشيخ الإسلام بن تيمية والنبي صلى الله عليه وسلم جمع في موقفه من المصيبة بين الرحمة بالميت والشفقة والحزن والصبر والرضا، وهذا الحال أعظم من حال من حقق الإيمان بالقدر لكن ليس فيه رحمة بالميت. وهذا يغلب على بعض أهل القسوة، يعني بعض الناس لو فقد ابنه لا يجد في قلبه حزن ولا تدمع عينه، هذا ليس بكمال. أفضل البشر وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام دمعت عينه عندما مات ابنه وبعض أبناء بناته عليه الصلاة والسلام، هذه رحمة جعلها الله في قلوب المؤمنين. فإذا دمع العين لا يتنافى مع الصبر، الحزن الذي يظهر على الإنسان لا يتنافى مع الصبر، بل هذا مباح ولا يجوز الإنسان أن ينكر على مسلم هذا. وأما القول والفعل الذي يتنافى مع الصبر نعم. إذن هنا مرتبة الصبر فيما يصيب الإنسان وهو أن يصبر من غير تسخط بقول أو فعل. كذلك بعض صور التسخط التي شاعت بين النساء، لبس السواد في عندما يموت الميت، وهذا نوع من التسخط لأنه ليس مما شرع للأمة، وهو كقريب من تسويد الوجوه قديما أو أن تحثو التراب على رأسها تلبس السواد. وبعض النساء تظن المرأة إذا مات زوجها لا بد أن تلبس الأسود وأنه لا يجوز لها في العدة إلا لبس الأسود، هذا غير صحيح. إنما المرأة في العدة لا تلبس الزينة لأنها ممنوعة من التزين للرجال، وتلبس من ملابسها العادية التي ليست للزينة، والنساء يعرفن هذا دون أن نتكلف كثيرا. في ملابس زينة تستعد بها المرأة للخروج وللحفلات
ولقاءات صاحباتها في الحفلات وغيرها هذه معروفة عندهم، وفي لباس عادي تلبسه في بيتها، فتلبس من اللباس العادي أي لون، المهم أن لا يكون فيه زينة، ولا تتعمد لبس السواد الذي يعني تظن بعض النساء أنه واجب عليها في العدة، أو أنه أفضل، أو أن المرأة إن لم تلبس السواد تعاتب من قبل أهلها لم تحزني على زوجك، هذا غير صحيح. فإذن هذه مرتبة الصبر. المرتبة الثالثة وهي التسخط والعياذ بالله، وهذه محرمة، عندما يصاب الإنسان بمصيبة يتسخط ويخرج عن حدود المشروع الذي هو الصبر إلى التسخط، إما بالنياحة والندب أو بشق الجيوب ولطم الخدود وشيء من الأفعال المتقدمة، وهذا محرم. ولربما تفرع عن السخط ما هو كفر والعياذ بالله، كما يفعله بعض أهل الجهل من الاعتراض على الله، وأن يقول بعض الجاهلين أقوالا عظيمة لربما أوجبت الكفر والعياذ بالله. فهذا الأمر خطير جدا، وهذه قد تكون مرتبة رابعة، لأن التسخط معصية، وقد يتجاوز الأمر إلى الكفر والعياذ بالله، أن يقول المصاب كلمة كفر تخرجه من الدين، إما نسبة الله إلى الظلم كما تقول بعض الجاهلات من النساء، ماذا فعلت أنا حتى نصاب بكذا، ماذا فعلت، وبعض الناس يقول أنا والله لا أعرف إلا خير، لماذا أنا أصاب بكذا، هذا اعتراض على الله والعياذ بالله. لو أخذك الله بذنوبك والله ما نستحق شربة ماء، لو أن الله عاملنا بعدل ما نستحق الماء الذي نشربه، فنحن مقصرون، كيف ما قصرت، يكفي من تقصيرك في حق ربك أنك تعتقد أنك أديت حق الله عليك، هذا يكفي بالإنسان جهلا أن يظن أنه أدى حق الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل، نحن ما أدينا حق الله، ولو أن الله أخذنا بذنوبنا بل ببعض ذنوبنا ما بقي على وجه الأرض أحد، وما نستحق شربة ماء على الله، لكن الله عفو كريم، فما يصيبنا هو بعض ما أذنبنا فيه وبعض ما أراد الله أن يعاقبنا عليه، ويعفو عن كثير كما أخبر هو سبحانه وتعالى. إذن هذا يتعلق بحق الله، وهو يرجع إلى مرتبتين، مرتبة مشروعة وهي مترددة بين الوجوب والاستحباب، الصبر واجب والرضا مستحب، والمرتبة الثانية محرمة، وقد يقال أنها تتفرع أيضا عن مرتبتين وهي المعصية وعدم الصبر والتسخط الذي يوجب الكفر والعياذ بالله والخروج من الدين، وهذا كفر. فذكر المصنف رحمه الله أن العبد يستشعر يعني ما قدر الله عز وجل عليه في هذا، وأن الله عز وجل أدى أن الله قدر عليه هذا الأمر، وهو يصبر ويحتسب كما ذكر، قال فلله علي حق الصبر الذي لا بد منه، ولا يتم الإيمان إلا به، هذا يستشعره المسلم ويمتثله. قال فإن أمكن مع ذلك الارتقاء إلى مقام الرضا والشكر اللذين هما أعلى المقامات، فإن هذا يعني هو المغنم والحظ العظيم. الشكر هنا محل نظر، لأن عند المصيبة ما شرع لنا الشكر، وإنما جاء في الحديث عجب الله لأمر المؤمن إن أصابته ضراء صبر وإن أصابته سراء شكر. وهذه الكلمة ذكرها أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، سبق التعليق عليها في بعض الدروس. فما شرع لنا الشكر في مقام البلاء، وإنما شرع لنا الصبر والرضا، وليس فوق الرضا شيء، فالشكر في مقام آخر. فينبغي أيضا الاعتدال في وصف مقامات العبادة، لأنه ليس من مقام الصبر الشكر، وإنما هذا يعني مقام الصبر. ولهذا العلماء قديما
كانوا يفاضلون بين مرتبتين، مرتبة الغني الشاكر ومرتبة الفقير الصابر، يفاضلون بين شاكر وصابر. ولو كان في مقامات الصبر الشكر لقال بعض العلماء الصبر فيه شكر، وهذا يعني محل نظر. فالصحيح أن هنا مقام الرضا. قال فيشتغل بهذا الحق ويعلم أنه إذا قام به أثابه الله من الخير العاجل والآجل أعظم مما فاته بأضعاف مضاعفة. نعم، إذا صبر الإنسان أعطاه الله عز وجل وآجره في مصيبته ورزقه خيرا مما ذهب منه، وما عند الله خير وأبقى للناس. قال وأما حق حبيبي، هذا حق الميت الحبيب القريب من والد وقريب وصديق ونحوه، فالاشتغال به أن أعمل على ما أقدر عليه من الأسباب. هو ذكر هنا حق، وفي الحقيقة أن الحقوق كثيرة في حق الميت، مثل الميت القريب الحبيب. من هذه الحقوق أولا الألم على فراقه، الألم على فراقه هذه من الحقوق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. فالذي لا يحزن على فراق حبيبه من قريب ووالد وولد والزوج على زوجها والزوج على زوجته، فلا شك أن هذا قصور في مرتبة المودة والمحبة، لأن المحبة إذا وجدت واستشعار الحقوق فيما بين الوالد والولد والأقارب وما بين الزوجين، لا شك أن هذا يستلزم الحزن على الفراق، لكن هذا لا يخرج إلى التسخط. ولهذا حتى أجر الله عز وجل، يعني لاحظ الآن من حزن على ميته وصبر هو أعظم في أجره من الذي لم يحزن وصبر، لأن هذا بعض الناس جبل على الشدة فهو لا يجاهد نفسه على الصبر، وإنما الصبر سجية له، الصبر سجية له. كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن عندي 10 من الأبناء ما قبلت أحدا منهم، قال وما أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك. فمثل هذا لو فقد أبناءه لا يحزن لأنه ليس في قلبه رحمة، بخلاف من جعل الله في قلبه رحمة وصبر فأجره على الله، يؤجر على صبره ويؤجر على حزنه الذي لم يحمله على التسخط. كذلك دمع العين وهو أثر من أثر الحزن والألم على فقد القريب، وهذا يدل أيضا على صدق المحبة والمودة، وهذا أمر معروف أن من فقد حبيبا وقريبا عزيزا عليه فلا بد أن تدمع عينه على فراقه، وهذا دليل على صدق المحبة. ولهذا قد نقل عن بعض أهل العلم يعني بكاءه ودمعه عندما فقد بعض العلماء، وهذا دليل على المودة بين أهل العلم واستشعار يعني ما بينهم من الصلة العظيمة. أيضا من الحقوق على هذا الولي والقريب للميت أن يقوم بحقه العظيم في الإسراع بدفنه وتجهيزه والقيام بهذا الحق العظيم، وهذا أول الحقوق التي تشرع في حق هذا القريب لهذا الميت، أن يسارع إلى تجهيزه ودفنه. وسبحان الله، انظروا كيف أن الله جعل أقرب الناس وأولاهم بهذا الميت هو من يسارع إلى دفنه ومواراته في التراب، لأن الله شرع هذا للناس، وإكرام الميت من الإسراع بتجهيزه من إكرامه، لأنه إن كان من الصالحين فإنما يقدم لخير، وكما جاء في الحديث وإن كان غير ذلك فهو شر يوضع على الأكتاف، لكن المسلم يرجو ويؤمل في من يعني يعرف من أقاربه من أهل الخير يرجو لهم خيرا، فهو يسارع إلى تقديمهم لما يرجو لهم من الخير عند الله تبارك وتعالى. ثم من هذه الحقوق أيضا على أهل الميت أن يمنعوا من البدع في التشييع وفي التعزية.
وهذا من حق الميت على أهله، يعني أن تمنع البدع والمخالفات والمعاصي، ومن ذلك أن يمنع من النياحة عليه. إذا كنت تحب رجلا أو امرأة من قريباتك ورأيت من ينوح عليه فامنعه من ذلك، فإن هذا سبب لتعذيب الميت، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. واختلف في معنى هذا التعذيب، فقيل أنه يعذب لأنه متسبب، لأنه لم ينصح، ولو نصح وأوصى ما فعل به ذلك. وقيل إن هذا العذاب، وهذا هو الصحيح والذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية، إن العذاب هنا لا يقصد به عقوبة من الله، لكن هو الألم الذي يحصل له بمعرفته لمن ينوح عليه. وهذا كما جاء في الحديث إن السفر قطعة من العذاب، فكل ما فيه شدة على الإنسان يقال أنه عذاب. فعلى كل حال النياحة على الميت يعذب به، إما على قول من قال أنه يعذب به لأنه لم ينصح أهله، لم يعلم أولاده وأهله أن لا ينوحوا عليه، أو أنه إن لم تحصل له العقوبة فهو يتعذب ويحسن في قبره بما يناح عليه. ولهذا يجب على كل مسلم أن يوصي أهله بهذا، وأن يربي أبناءه على فعل السنة في التشييع وفي الجنازة وفي كل هذه الأمور. هذا من حق الميت على أهله، وأن يقوم بقضاء دينه، وهذا أيضا من أوجب الحقوق، ودين الله حق بالقضاء. إذا كان عليه حج أو عليه عمرة، عمرة الإسلام وحج الإسلام، يحج ويعتمر عنه. وكذلك إذا كان عليه دين أو كفارة، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يقوم بأداء هذه الحقوق، ثم بعد ذلك يتعهده بالزيارة إذا كان في البلد الذي هو فيه، ويكثر له من الدعاء، ويتجنب البدع التي أحدثها الناس فيما يفعله بعض إخواننا في بعض الدول العربية، ويسألون عنه كثيرا، يقولون إذا مات الميت يجتمع الناس في بيت العزاء وكل يقرأ شيئا من القرآن ويهدون ثواب القراءة للميت. هذه بدعة ما تنفع الميت، بل يعني يتضرر بها من فعلها. وبعضهم يفعل بدع أخرى، في الأربعين يتصدق أو يفعل شيء، من أراد الصدقة لا يحدد يوما معينا، يتصدق في أي وقت. كذلك من البدع في التعزية هو الاجتماع، والاجتماع للتعزية هذا من البدع المحدثة وعمل الولائم، وإنما الأصل أن يبقى أهل الميت في بيتهم دون تكلف، فإذا عادهم الناس واجتمعوا عندهم من غير قصد الاجتماع لا بأس، لأن بعض الناس يفر من بيته، هذا مقابل الاجتماع، بعض الناس يفر من بيته، لا إفراط ولا تفريط، يبقى في بيتك، وإذا جاء الناس وعزوك فلا تقل لا أقدم لهم شاي ولا قهوة، هذا اجتماع، لا، هذه من إكرام الضيف. ولا تفر، لا تفر من البيت، ولا تعمل لمبات وتعمل سرادق وكأنها يعني حفلة زواج، يعني الأمر متوسط، ديننا وسط بين الغالي والجاهل. بعض طلاب العلم يفر من بيته، ورأينا بعضهم يفر من المقبرة، الناس يجرون وراه يريدون يعزوه، هذا يتنافى مع الفقه، إنسان يكون متوسطا، لا إفراط ولا تفريط. حتى الوقوف، يعني لو وقف أهل الميت في صف وجاءوا الناس يعزونه، بعض طلاب العلم يقول هذه بدعة، هذا تيسير على الناس، بعد يعني بدل من ازدحام الناس ويعني يحصل اضطراب، لو وقفوا في صف وجاء الناس عزوهم هذا أمر عادي وليس من الأمور التعبدية. لا نقول لا تعزي إلا بصف، لكن لو كان مجموعة من الناس يستقبلون العزاء، وهذا يجلس في مكان وهذا في مكان، إذا اجتمعتم في مكان يسرتم على الناس، فينبغي أن نفقه هذه المسائل. إذن هذه من جملة الحقوق، وإن كان المصنف رحمه الله أجمل في بعض الحقوق وذكر أنه يستغفر ويدعو ويتصدق، ولكن قبل ذلك حقوق وبعدها حقوق، والمهم هو القيام بكل هذه الحقوق. وبهذا يلاحظ أن الإنسان إذا وفق إلى الصبر على ما يفقد من أهله
وأقاربه وأحبائه وجمع بين ذلك وبين حق الميت يوفق لخير عظيم، وهذا بخلاف أهل التسخط. ولهذا تعجب المصنف قال: فسبحان من فاوت بين العباد هذا التفاوت الذي لا ينضبط طرفا، يعني من وجود من يكفر عند المصيبة أو يعصي، ووجود من يرضى عن الله ويقوم بهذه الحقوق. نعم. أحسن الله إليكم. المصنف رحمه الله تعالى الفائدة 31 في التوكل مع الفرح بالأسباب. قال رحمه الله: على العبد أن يكون توكله واعتماده على الله، وأن يقوم بالأسباب النافعة ولا يعتمد عليها، ولكن الله إذا يسرها للعبد أو يسر ثمراتها ونتائجها فرح بها العبد واطمأن بها قلبه من غير اعتماد عليها، بل استبشارا بأنها من فضله وتيسيره. ولهذا لما ذكر الله إمداد الملائكة للمسلمين في بدر قال: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. وقال سبحانه: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. وقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ولهذا كان التيسير لليسرى عنوانا وبشارة للمؤمن. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فأمر بالفرح بفضله ورحمته اللذين هما السبب الأعظم لنيل الخيرات والنجاة من الشرور. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 31 وهي في التوكل مع الفرح بالأسباب. التوكل على الله مع الاستبشار بالأسباب التي هي سبب لما يقدره الله من الخير. قال رحمه الله: على العبد أن يكون توكله واعتماده على الله، وأن يقوم بالأسباب النافعة ولا يعتمد عليها. هذا كما تقدم أن حقيقة التوكل هو اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى مع بذل الأسباب من غير اعتماد عليها. قال: ولكن الله إذا يسرها للعبد أو يسر ثمراتها ونتائجها فرح بها العبد واطمأن بها قلبه. يعني هذا الفرح ليس هو فرح البطر، وإنما هو ما جبل عليه الإنسان من أن الله يفرح بالخير وما يقدر الله له من الأسباب التي هي سبب لعون العبد على طاعة الله. وذكر مما يستدل به لذلك قول الله عز وجل: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، في إمداد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر بالملائكة. فقال بشرى لأن هذا سبب للنصر. وكذلك قول الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، يعني ألقي عليهم النعاس حتى يذهب ما في النفوس من الفزع والخوف، والنعاس يذهب هذا الأمر، ثم ثبت قلوبهم على يعني الإيمان وقواهم على القتال حتى نصرهم الله عز وجل. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من حصى ورمى به وجوه المشركين، فما بقي أحد منهم إلا وقد أصاب عينيه ومنخريه من ذلك. فقال الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فهذه من بشائر النصر التي جعلها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه يوم بدر. كذلك ما ييسر الله لعبده من الخير فإن المؤمن يفرح أحيانا. مثال ذلك أن الله عز وجل يرزق عبده من حيث لا يحتسب، فقد يوجد الرزق فيفرح به الإنسان إذا كان من غير احتساب. لماذا؟ ليس للمال فقط، ولكن هذه من علامات الإيمان. وهذا يحصل لبعض الصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشية خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال عمر: ما استشرفت لها
يعني الإمارة إلا يومئذ. لماذا؟ ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيعين أميرا على خيبر، لكن لأنه وصف هذا الأمير بأنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فأحيانا الرزق يأتي للإنسان لا يفرح به كثيرا، وقد يكون عنده خير من المال، لكن يفرح لأن هذه من صفات المؤمنين، أن المؤمن يرزق من غير أن يحتسب، ويفرج عنها الكرب، ليس لأن زال الكرب، لكن أيضا لأن هذه من خصال المؤمنين. يفرح بأن يوفق للطاعة ويعصم من المعاصي، لأن هذه دليل خير ودليل استقامة. فيفرح المؤمن بهذه الأمور لأنها من أسباب الخير. وأما الدنيا المحضة فلا ينبغي الإنسان أن يفرح بها. سئل الإمام أحمد عن الزهد، ما حقيقة الزهد؟ فقال أن لا يفرح بزيادة الدنيا ولا يحزن لذهابها. هذا حقيقة الزهد. ومعلوم أن هذه المرتبة وهو الفرح بالأسباب أنه لا يتنافى مع الزهد، فالزهد مرتبة عالية، وهو أن لا يفرح بما في يده. ليس الزهد هو تبذير الأموال وأن يترك ابنائه فقراء، وليس الزهد أن يبقى في بيته لا يكتسب، وإنما الزهد يبذل السبب. فإذا حصل الرزق حمد الله ورضي بما قدر الله له، ولا يفرح بزيادة الدنيا لأجل الدنيا، لكن إن فرح بها لأنها عون له على الخير، وأنه جاءه مال سيبني به مسجدا، ورزقه الله مالا سيحفر به بئرا، ورزقه الله مالا سيطبع به الكتب، فهو يفرح لأن الله يسر له سبب الخير الذي يستعين به على طاعة الله. ولهذا قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا في أمور الآخرة وفي كل ما يعين على الآخرة. وأما الدنيا فلا ينبغي للإنسان أن يفرح بإقبالها لأنها قد تكون فتنة، ولا يحزن لذهابها، وإن كان الإنسان جبل على حب الخير، وإنه لحب الخير لشديد، يعني حب الدنيا وحب المال هذا مما جبل عليه الناس، لكن إذا قابله الإيمان ينكسر أو تنكسر هذه الحدة في حب الدنيا بقوة الإيمان. وإلا مما جبل عليه الناس هو حب الدنيا وحب المال وحب المناصب وحب الشهرة، لكن هذه إذا قابلها الإيمان إما أن تتلاشى ويكون العبد زاهدا في الدنيا راغبا فيما عند الله، وإما أن تضعف كما يحصل لبعض المؤمنين وبعض العباد يحب المال، ما سلم أحد من حب المال، لكن ليس هذا الحب الذي يحمله على السرقة وعلى الغش وعلى جمع المال مما أحل الله ومما حرم، كما يفعله بعض عباد المال الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. فهؤلاء عباد للمال يجمعه من حله وحرامه، ويبخل به في وضعه في مواضعه، ويبخل بإخراج الزكاة منه، ولربما حمله على منع الحقوق ومنع الميراث. هذا لا شك أنه من حب المال الذي يخرج عن حدود الاعتدال. وأما الحب الذي يكون في القلب مع كونه لا يمنع من النفقة الواجبة، بل لا يمنع من أن ينفق في المستحب ويبذل المال ولو أنه ذهب، ما تحسر عليه التحسر الذي يحصل من بعض هؤلاء، لا شك أن هذا إن شاء الله لن يضره. أما أن يكون زاهدا فالزهد هذه مرتبة عالية، وهي كما عرفها الشيخ الإسلام بن تيمية: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. لاحظ، الزهد أعلى من الورع. الورع ترك ما يضر في الآخرة، ويدخل فيه ترك المحرمات وترك المشتبهات، هذا كله ورع. أما إذا ترك المباح لأنه لا ينفع في الآخرة فهذا هو الزهد، هذا هو الزهد. ولكن أيضا ترك المباح لا يتركه معتقدا تحريمه، يعني لا يترك الطعام معتقدا أنه حرام، لكن يترك الطعام لأنه يرى أن الإقلال منه يعينه على القيام ويعود نفسه على الصيام وعلى الاجتهاد وعلى النشاط. فهذه المسائل فيها تفصيل، نتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: التعبير بالفناء في الإرادة هل هو تعبير شرعي أم من باب مجاراة أهل الاصطلاح فقط؟ جزاكم الله خيرا. لا، سبق أن ذكرت أن هذا التعبير غير شرعي، وشيخ الإسلام لما تكلم إنما تكلم من باب مخاطبة هؤلاء بما يعرفون، مثل ما ذكر في الوجد، قال الوجد الشرعي، يعني لا يقصد بذلك الوجد الصوفي، ولكن ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فهذا الذي يذكره شيخ الإسلام هو من باب مخاطبة هؤلاء بما يعرفون، ومن باب أيضا إعانة هؤلاء على الرجوع، وكأنه يقول لهم: تريدون الوجد، هذا الوجد الشرعي، فتريدون الفناء، هذا الفناء الشرعي، وإلا فليس من شعب الإيمان وجد ولا فناء، وإنما كما ذكرت هو أن يكون العبد كما جاء في الحديث، وإن كان هذا الحديث مختلف في سنده وفي ثبوته، وإن كان معناه صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا معنى الصحيح، ومختلف في ثبوت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. هذا السائل يقول: في حديث ذاق طعم الإيمان، هل يستفاد من الحديث وجود مرتبة الذوق، وذلك أنه قد وجد من يتحرج من إطلاق هذه المرتبة؟ هو كما ذكرت في الإجابة السابقة لا يقال مرتبة الذوق، لا، وإنما هذا سياق ذاق طعم الإيمان، ما نأخذ هذا ونقول الذوق والوجد، وإن كان شيخ الإسلام قال هذا هو الذوق الشرعي وهذا هو الوجد الشرعي، لكن لا يقصد بها أنها شعبة من شعب الإيمان، ولكن لعل هذا من باب التنزل مع المخالفين، فهم مغرمون بهذه الألقاب، يقال هذا هو الذوق الشرعي وهذا هو الوجد الشرعي، لأن هذا مما يعين على تركهم لهذه المصطلحات والرجوع إلى السنة. السلام عليكم. هذا السائل يقول: البعض ينشر عبر وسائل التواصل كونه في المستشفى وأنه مقدم على عملية جراحية أو أنه يطلب الدعاء وما شابه ذلك، فهل هذا يتنافى مع الصبر؟ لا يتنافى مع الصبر، لكنه يتنافى مع الكمال، لأن الكمال أولا أن الإنسان إذا أصيب بشيء لا يذكر هذا للناس، يصبر، وهذا أعظم له. والأمر الثاني أنه لا يطلب من الناس الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والأمر الثالث أن هذا يعلق القلوب بدعاء الناس، الآن يدعو لي الصالحون، يدعو لي في المسجد، يدعو لي فلان وفلان، تعلق قلبه بهذه الأسباب، ولو أنه انقطع إلى ربه وتوكل على الله ودعا الله وقال: يا رب ليس لي غيرك، وقد أجمعت أمري أن لا أخبر أحدا وأنت أعلم بحالي، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. قال العلماء: كيف يكون هذا دعاء وهو ذكر؟ قالوا: إن الكريم لا يحتاج أن يطلب منه، إذا ذكرته أعطاك. فإذا كان رب العالمين يعلم عبده، بل إن الإنسان لو توكل على الله وما دعا فهو على خير، لكن إذا توكل ودعا فهو متوجه إلى الله. أما تعلق بالناس: أدعوا لي، وبعض الناس يرسل ويشدد على الناس في هذا الأمر، فإن هذا ليس من مراتب أهل الكمال والفضل. أقرب الناس منزلة للنبي صلى الله عليه وسلم وأفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، لا يعرف عن أبي بكر مرة واحدة أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أدعو لي، اشفع لي، وهو أكثر الناس ملازمة. وكذلك عمر، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما يعرف عن كبار الصحابة أنه طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، قال: أطب مكسبك تجب دعوتك. قالوا: إنما يريد بهذا منزلة عظيمة، وهو أن يسأل الله المراتب العالية، وأما ما عدا فلا يعرف عن أمهات المؤمنين ولا عن الخلفاء الراشدين ولا عن كبار الصحابة، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام،
أنا أقول لو كان فينا النبي صلى الله عليه وسلم لربما ما استطاع أن يخرج من بيتي لكثرة من يبقى عند بابه يقول أدعو لي. لو كان فينا النبي صلى الله عليه وسلم لربما لا يستطيع يصلي ولا يخرج من بيته، لأن الآن نرى تزاحم الناس على طلاب العلم، واحد يدرس ما يستطيع يخرج من الكرسي، اللي يقبل رأسه والذي أدعو لي وما يدريك عن هذا المتكلم وتوجه إلى الله. كما قلنا النائحة الثكلى ليست كالمستأجرة، أنت صاحب الحاجة، أدعو الله والله أرحم بك من أمك وأبيك. فهل يوجد واحد منا الآن لو أنه وقع في مصيبة عظيمة وعنده أمة وهذه الأم ترضى أن يصاب بهذه المصيبة، خاصة إذا كان بار، هذه تفديه بنفسها. فإذا كان هذه أمك فربك أرحم بك من هذه الأم، لابد أن نستيقن هذا الأمر. الله لن يضيعك لا في المستشفى ولا في الطريق في حادث، فالله عز وجل معك في كل مكان بتأييده ونصره وإعانته وتسديده. والعبرة أيها الإخوة هو أن نصلح ما بيننا وبين الله في حال السعة وفي حال الضيق، أن تصلح ما بينك وبين الله. هذا العبد الموفق الذي مهما قدر له فهو على خير، إن أصيب بحادث فهو خير له، وإن قبضه الله فهو خير له، وإن أفقره فهو خير له، وإن أغناه فهو خير له، لأن الله ولي لهذا المؤمن. الله عز وجل جاء في الحديث القدسي العظيم في آخر الحديث بعد أن ذكر مرتبة الولي قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. انظروا ما الذي بلغت به منزلة الولي عند الله، أن الله يكره له الموت كما يكره له الموت، يسمى الله ذلك ترددا، يكره الموت وأكره مساءته. ثم قال: ولا بد له منه. والتردد عند الناس تردد بين أمرين لا يعرف في أيهما المصلحة، والتردد المضاف إلى الله لا يرجع تعالى الله عن ذلك إلى جهل، بل هنا تقابل بين الأمر الكوني لا بد لهذا أن يموت، وبين مقتضى الأمر الشرعي أن هذا محبوب لله وهذا الولي يكره الموت والله يكره له ما يكره. فانظروا إلى هذا العبد، إذا كان الله يكره له الموت فكيف يعذبه، وكيف به قد يصيبه بشيء من البلاء في الدنيا مع أنه لا يصيب الناس. الموت لا بد أن يصيب كل الناس، لكن ليس كل الناس يصاب بحادث، ليس كل الناس يصاب بألم، ولهذا يعيش هذا المؤمن في حياة مطمئنة، في حياة رغيدة. ليس المقصود أنه لا يصاب بشيء، المصاب أن نفسه مطمئنة راضي عن الله عز وجل. فالمقام هو مقام إصلاح ما بين العبد وبين ربه، ولا تلتفت للناس، بل كلما انقطعت إلى الله ويأست من الناس ولجأت إلى الله وأظهرت فقرك إلى الله وتعلقت بالسبب الأعظم وهو رحمة الله وفضل الله والله عز وجل من أسمائه الودود، فهو يود ويحب أولياءه وعباده المؤمنين الذين داوموا على طاعة الله. ولا تظنن أن هذه مرتبة للأنبياء والرسل، بل مرتبة الولاية تحصل للعبد المؤمن، لأن مرتبة الولاية ليست مرتبة اصطفاء كالرسالة، يعني لا يمكن للإنسان أن يبلغ بعمله مرتبة الرسالة والنبوة، لكن يمكن بعمله مع توفيق الله أن يبلغ أن يكون وليا من أولياء الله، وأن يكون مجاب الدعوة، وأن الله يعيذه من كل شر وفتنة كما جاء في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم التداوي وكيف يوجه حديث تداووا عباد الله؟ التداوي مباح وجائز، والصحيح أن التداوي يختلف بحسب الأحوال، فمن قوي توكله ورجاءه في الله ورقى نفسه فيشرع له ترك التداوي إذا قوي توكله ورقى نفسه، لأن هذا أعظم الأسباب. وأما إذا ضعف عن هذا السبب فلا يجوز له أن يعطل كل الأسباب فلا يتداوى. وعلى هذا يحمل حديث تداووا عباد الله،
وعلى المعنى الأول يحمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له طبيب فلم يقبله، ولما مرض الصديق رضي الله عنه قيل هل رآك الطبيب؟ قال نعم. قيل له ما الذي قال لك؟ قال قال لي إني على كل شيء قدير، يعني الله عز وجل. فمن قوي توكله وطمأنينته لله عز وجل فهذا بذل أعظم الأسباب، ولو ترك التداوي لا بأس، لكن من ضعف عن هذا لا توكل ولا دعاء فينبغي له أن يأخذ بالأسباب ويتداوى، لأن التداوي جائز ومباح، ولكن لا يتداوى بمحرم ولا يلجأ إلى المشعوذين ما يسمون بالرقاة، الذين يرقون بالرقاة الشركية وبعض المشعوذين والسحرة. وأما الرقاة الذين يرقون بالرقية الشرعية فالذهاب إليهم جائز، لكن مرتبة الكمال أن لا تذهب إليهم، لأن جاء في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. من يريد أن يخسر هذه المرتبة من أجل مرض تذهب لإنسان؟ مع أنك لو رقيت نفسك فالعبرة بالرقية ليست بالراقي، وإن كان ابن القيم ذكر قال السيف بضاربه، فالرقية نعم الراقي مؤثر، لكن إذا اطمأن القلب إلى الله ورقيت نفسك وأنت تستشعر الألم وتستشعر المرض وتستشعر أن الله أرحم بك من أمك وأبيك وأن الله لطيف بعباده، فلا شك أن هذا أنفع لك من الذهاب إلى الرقى. السلام عليكم. على ذكر التداوي، هذا يقول إنه أصيب بسحر، يقول هو وأبناءه وزوجته أيضا وإخوانه، يقول كيف أتعامل مع الموقف جزاكم الله خيرا؟ تتعامل باللجوء إلى الله. وبعض إخواننا إذا قلت له هذا قال الشيخ ما يريد أن يجيبني، يا سبحان الله. إذا قلت لمسلم إلجأ إلى الله قال الشيخ ما يريدني، أنا أريد أن يرقيني، أنا أريد أن يدلني على راقي. أعظم سبب والله ليس هناك أعظم ولا أقوى من اللجوء إلى الله. لو في مجلسك هذا توكلت على الله لن تقم من مقامك إلا بالشفاء، لكن متى يحصل هذا؟ باليقين، إلجأ إلى الله، الله عز وجل بيده الأمور ومقاليد الأمور بيد الله، والله قادر على الساحر وعلى سحرة الأرض وعلى الجن والإنس، بيده مقاليد الأمور، إلجأ إلى الله وتوكل على الله وادعو الله واقرأ القرآن وخذ بالأسباب الشرعية أكثر من قراءة سورة البقرة، واطلب من أهلك أن يقرأوا سورة البقرة، وطهروا بيوتكم من الصور التي هي سبب للشياطين وسبب لعدم دخول الملائكة، طهروا البيوت من الصور والتماثيل، واعمروا البيوت بقراءة القرآن من البقرة ومن غيرها، والجأوا إلى الله وتوكلوا على الله وأبشر بخير. وإذا لم يحصل الشفاء لا تقل الله لم يشفيني، سيحصل الشفاء لكن بعد وجود اليقين، إذا استيقنت ولجأت إلى الله سيرتفع المرض بإذن الله. وهذا حصل لكثير من الإخوة الذين ابتلوا بهذا، لجأ إلى الله. وذكر لي أحد يعني الإخوة الثقات أن طالب علم كان يعيش في قرية وكان هناك ساحر، فلا يتزوج أحد من الشباب حتى يأتي للساحر ويستأذنه ويبركه، فهذا الشاب أبى وقال لن نذهب إليه، قالوا سيضرك، قال يفعل ما يشاء، فيبدو أنه غفل عن الذكر فوضع له سحر. يقول فبقي 4 سنين محبوس عن أهله لا يستطيع أن يأتي لأهله، وأصبح الناس يقولون ما قلنا لك ارجع إلى الساحر، اذهب إلى الساحر، قال والله لن أرجع إليه، وبقي على القرآن. بعد 4 سنين وأظنه يذكر أنه اعتمر وجاء للمسجد هنا، يقول فشعر بقوة ونشاط فرجع إلى أهله وإذا به مشافى فرزق بعد ذلك ذرية، لكن الأمر يحتاج إلى صبر. فهذا السحر يحله ما هو أقوى منه هو التوكل والدعاء، ومن بيده مقاليد الأمور وهو قدرة الله الذي قال للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ليس هو قادر على السحر، فهذا يحتاج الأمر إلى صبر. وقد يتأخر الشفاء كما قلنا ليس شكا في وعد الله، وإنما لوجود ضعف في السبب، ضعف في التوكل، ضعف في الدعاء،
ضعف في الرقية، قوي هذه الأسباب وتوكل على الله وأبشر بخير. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما يحصل من تنكيس الأعلام ووضع شريط أسود على التلفاز وكذلك إذاعة القرآن لمدد طويلة عند موت مشهور أو زعيم، هل هذا يتنافى مع الصبر؟ نعم، هذا قد يكون نوع من التسخط، وقد يغلب أحيانا على بعض الناس العادات التي توارثوها، وهذا يتنافى مع ما أمرنا به، فإن هذا لا يشرع، كل هذه الأمور غير مشروعة. نعم. صلى الله عليكم. قول المصنف: فإن أمكن مع ذلك الارتقاء إلى مقام الرضا والشكر، يعني هل يمكن الاستدلال له بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال؟ نعم، شواهد كثيرة على هذا، فله مقام الشكر، وكما جاء في الحديث: إن عجب الله لأمر إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. وسبق أن ذكرت أن العلماء يقارنون بين الشكر والصبر، ولو كان في مقام المصيبة الصبر يقارنه شكر لقالوا صبر وشكر، فهو أرجح من الشكر المحض. لكن الصحيح أن أعلى مرتبة في عند البلاء هو الرضا، هو الرضا عن الله عز وجل، هذا هو المقام، لأن ليس المقام هنا مقام شكر وإنما مقام رضا. نعم. يعني هنا شيخنا عند المصيبة، يعني هنا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال، الحمد هنا حمد الله عز وجل، هنا يحمد الله لذاته ولا يشكر الله على البلاء، وإنما يقول الحمد لله على كل حال، فهذا من حمد الله. وإحنا عندما نقول أن الرضا، الرضا هو أن يحمد الله، والصبر أن يحمد الله، فلا يظن الآن الصبر يتنافى مع أن يقول الحمد لله، لكن في فرق بين الحمد والشكر، فيحمد الله على كل حال، ولكن الشكر وهو شكر الله على ما قدر فهذا ما شرع لنا، وأما شكر الله على نعمه هذا مشروع. نعم. صلى الله عليكم. هذا السيد يقول: هل يشرع إحضار قراء عند الموت مدة محدودة؟ سبق التنبيه على أن هذا لا يشرع لا عند الموت ولا بعد الموت، كل هذه من البدع المحدثة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السيد يقول: في بلدنا عند وفاة ميت يقول فإن قال يقول نظرا لضيق البيوت فإنهم يبنون خيمة لاستقبال المعزين وإطعام الطعام، يقول ويستأجرون خزان ماء، يقول ما حكم هذه الخيمة واستئجار الخزان الذي إذا شوهد عند البيت كان دليلا على وجود العزاء؟ والله هذه فيها مبالغة، استئجار وخزان واستعداد هذه فيها شيء من المبالغة، أما إذا قيل المكان لا يتسع وفرشوا الفرش عند البيت لأن المكان يضيق هذا حاجة، أما هذا الاستعداد واستئجار خيمة وخزان كأن الناس الآن يعني سيداومون الجلوس في هذا المكان هذا فيه شيء من المبالغة، أما إذا كان البيت يضيق وفرشوا في الخارج كما يحصل هنا في بعض الأماكن أو وضعت كراسي للجلوس يكون هذا يعني يرجع إلى أمور عادية، وهو إلى حاجة الناس لن يجلسوا على الأرض، يجلسوا على كراسي أو على فرش دون مبالغة في هذا الأمر، حتى اللمبات إذا كان المكان فيه إضاءة ما في داعي توضع لمبات، وإذا كان المكان مظلم وضعت لمبة بقدر الحاجة، فالضابط في هذا أن ما احتاج الناس إليه لا بأس به. وأيضا كذلك لو أن يعني أهل الميت جاءهم بعض أقاربهم من أماكن بعيدة وجاء وقت العشاء، لا ينبغي للإنسان يقول لا نقدم وليمة، هذه بدعة، هذا إكرام الضيف، هذا الضيف إذا جاءك وقت العيد أو وقت العزاء أو وقت يعني لغير هذه الأوقات فجاء وقت الغداء أو العشاء فأنت تقدم له واجب الضيافة، هذا من إكرام الضيف، لا ينبغي لنا أن نتشدد ونتعنت، لأن بعض الناس يظهر السنة وكأنها يعني جفاء وغلظة، حتى بعض العوام يقولون ما هذه الأخلاق، وكأنه يريد أن يخرج الناس من بيته، هذا يتنافى مع المروءة ومع الكرم، فإذا جاء وقت العشاء قدم الطعام للناس، وإن كان الذي ينبغي أن يراعى في الأدب عند أهل الميت أنهم مشغولون بأنفسهم لا ينبغي المكث عنده حتى ولو كان ضيف،
ولكن قد تكون أمور ضرورة، يأتي إنسان من مكان وليس فيه سكن ولا فنادق كقرى وغيره، أين يذهب؟ لا بد أن يبيت عندهم، فإذا بات عندهم وقدموا له طعاما هذا لا بأس، وإن كان الأولى عدم المكث. كل يراعي حدود الأدب، فلا يمكث عند أهل الميت، وأهل الميت إذا بقي أحد الأقارب أو الجيران وجاء وقت العشاء لا بأس أن يقدم يعني شيئا من الطعام، ليس من الولائم ولكنه من باب إكرام الضيف. السلام عليكم. هذا السيد يقول: في بلدنا في المقابر توجد أماكن للتعزية، يقف أهل الميت في صف واحد ثم يقوم الناس بالسلام عليهم ومصافحتهم وتعزيتهم، ما حكم التعزية بمثل هذا جزاكم الله خيرا؟ هذا لا بأس به، لأن هذه تعزية، وتعزية أهل الميت مشروعة، والشارع لم يحدد فيها شيئا، وهو أن يذهب كل فلان إلى مكانه وتزوره، بل إذا اجتمعوا في مكان وقفوا في صف سلم الناس عليهم لا بأس. أما إذا كانوا يظنون أن فيه مراسيم ولا يتم العزاء إلا بصف وبهيئة كذا، هذه من البدع، لكن إذا وقفوا من باب التيسير على الناس حتى يعزيهم الناس هذا لا بأس به. والتعزية سواء كانت عند القبر أو في طريقهم أو قابلت في المسجد أو في البيت، في أي مكان، لا يلزم حتى أن تأتي إلى البيت، في أي مكان وجدت يعني صاحب المصاب فأنت تعزيه ولا يلزم أن تذهب إلى البيت. نعم. صلى الله عليك. ماذا السيد يقول: ما حكم القبلة في نهار رمضان؟ يقول: وهل للاحتلام أثر في الصيام جزاكم الله خيرا؟ القبلة إذا خلت من المؤثرات الأخرى لا بأس بها، لكن من الذي يملك إربة؟ وخصوصا بعض الشباب يعني يبدأ بقبلة وينتهي إلى الجماع، فهذه أمور مؤثرة على ما بعدها، وإلا لو خلت فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو الصائم، كما قالت عائشة، قالت: وأيكم يملك إربة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أشارة رضي الله عنها إلى أنه لا ينبغي للناس أن يفعلوا فعله عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، لأنه صاحب عزيمة وقلبه معلق بالعبادة، ولو قبل أهله شفقة ورحمة بهم ليس كما يفعله بعض من يقبل لشهوة ثم يصحب هذا شيء من خروج المذي، وهذا فيه خلاف في أن الصائم يفطر به أو نزول المني وهو الإنزال، وهذا بالإجماع أنه فطر، أو حصول ما هو أعظم منه وهو الجماع، وهذا يوجب الكفارة والإثم والفطر، وكذلك الإنزال إذا تسبب عن مباشرة أو قبلة، فينبغي تجنب هذه الأمور في حال الصيام. نعم. حسنا إليك. ماذا السيد يقول: هل المعتكف إذا اعتكف في المسجد يلزمه أن يبقى في مكان واحد أم أن المسجد كله بالنسبة إليه مكان واحد جزاكم الله خيرا؟ بالنسبة للاحتلام، الاحتلام لا يضر، إذا احتلم الإنسان وخرج وأنزل وهو نائم فإن هذا لا يضره، ليس عليه في ذلك شيء. أما لزوم المعتكف فهو الأفضل أن يلزم المكان، لأن الإنسان كلما تنقل وذهب من مكان لمكان يعني تشتت ذهنه، ولربما شغل بالأحاديث مقابلة الناس، لكن إذا بقي في مكانه فإن هذا أجمع لقلبه، إلا أن يتقدم للصفوف أو كما قال بعض أهل العلم يعني يأتي لدرس يعني، وخصوصا إذا كان يداوم عليه، فهذه أمور قال العلماء من أعمال البر التي تذهب إذا لم يذهب إليها. وأما إذا أمكنه أن يقرأ ويصلي تنفلا في مكانه فيبقى في مكانه، هذا أولى وأجمع لقلبه. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.